كنت شايف ان دي ممكن تبقى كانت انا كانت دي عملت زي ما بيقول عملت يعني اقصى عملت حاجه عملت اللي انت شايف انه مظبوط يعني. عموما برضو التوفيق وعدم التوفيق زي ما بيقول محمد هو شيء مهم جدا في حياتنا كلنا، مش بس في كره القدم ومش بس في لعبه، حتى في شغلنا، حتى في عملنا، حتى في كلامنا مع بعض، انك تكون موفق انك انت تتكلم وتقول الشيء الصح يعني. وائل برضو في مهاجمين كتير لعبوا قدامك كويس، مين اقوى واحد انت؟ مش اقوى واحد جدا بدنيا، اقوى واحد لاعب ذكي جدا، لاعب مهارته عاليه جدا، لاعب سريع جدا، مين اللي انت شايفه فرود على مستوى عالي في في البطوله دي غير ابو تريكه يعني؟ اللي هو رقم رقم 9 بتاع مازيمبي مبوتو، لعيب على يعني عامه اللعيبه الافارقه مش ما عندهمش حته المهاره اللي موجوده في اللعيبه العرب ولاعيبه شمال افريقيا واللعيبه المصريين، اللي هو تريزور مابينبوتو رقم 9 ده لعيب كويس جدا وهداف خطير وحريف يعني عنده المهاره بتاعته. هو راس حربه صريح ولا بيلعب مهاجم صريح وساعات بيبقى صانع لعبه. هو لعيب بصراحه متكامل يعني، وكان جاله فرصه تقريبا للاحتراف في ارسنال وفي الوقت ده جاله فيروس او حاجه زي كده، فهو ما هو كابتن فريق مازيمبي ولاعب كويس جدا ولاعب بصراحه مزعج يعني. وانت يا محمد بقى المدافع بقى العكس بقى مدافع، انت شايف انه كان مدافع الحقيقه يمكن كان بالنسبه لك كان ليه دور اعلى منك؟ هو دايما انا ما بحبش المدافعين الاكثر عنفا. ما تقولش بس عشان ما حدش يعمل كده معاك تاني. لا هو مش والله انت كده خلاص ما بلعبش راس حربه. ما تقولش السر انت خايف مني. وانا دايما بهرب نفس الملعب. لا دايما لا فرقه مازيمبي الدفاع بتاع مازيمبي عنيفين قوي واجسامهم قويه جدا. طبعا اجسامهم قويه وبعدين عندهم سيرد باك وهو رقم 2 مش متذكر الاسم، عنيف وقوي وكان برضو ده من النوع اللي انا ما بحبش العب عليهم. والجمعه بيجي لغايه كتفه مثلا سيد الاجد. عايز اقول لكم حاجه، مره كنا بنلعب زمان يعني كنا بنلعب مش فاكر بقى يا ربي كينيا ولا زامبيا ولا مش فاكر يعني، وبعدين احنا كنا بنلعب في بنتمرن في الاستاد قبل الماتش بيوم وقعدنا بره والفرقه اللي هتلعبنا نزلت، فنزل واحد ما لعبش ماتش، كنا بنلعب ماتش الاولاني بره وتعادلنا بره والماتش الثاني في مصر، فنزل واحد قوي جدا يعني ما شاء الله عضلاته عضله ايديه قد عضله رجلينا احنا يعني، فطبعا احنا قاعدين بنبص لبعض ده هيطلع من نصيب مين. فتاني يوم سنترنا وبس عديت الناحيه الثانيه يعني بصيت الكوره وعديت الناحيه الثانيه لقيته جه حط صدره في ظهري. ده بقى كان فوق ايه يعني اعلى من انا مثلا بشبرين كمان وحاجه وحش يعني. فجينا في كورنر يعني الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الماتش دوت، بس في كورنر انا هو بس ما كانش عنده من الذكاء يعني كتير يعني لكن قوي جدا، ففي كورنر عليهم وانا برجع بظهري وهو مش باصص للكوره، هو باصص لنا فماشي معايا وشه ليا انا لكن مش وشه الكوره في ظهره، فانا قلت كويس هقعد ارجع بيه شويه وبعدين اول ما توقف الهواء هروح انا، عملت كده وفعلا يعني عديت بخطوه قدامه وطلعت عشان العب الكوره، ما درتش بقى بنفسي اللي انا في المستشفى. هو واقف الظاهر ما لحقش يحس ان هو يعني اتسرق يعني فعشان يعمل لا وهو واقف بس حامل بكوعه كده، فكوعه ده جه في خدي وعندي جالي عظمه اتكسرت بتاعت خد الشمال ده. المهم يعني طيب احنا في حاجه برضو عايزين يعني قبل ما نتكلم فيها، اذا كان الساده المشاهدين حابين ان احنا نتكلم في حاجه فقره اتصالات كده وصغيره احنا تحت امركم، ويمكن الهدف اللي كان على الشاشه دلوقتي دوت كان هدف اول بطوله افريقيه هو ده او ده النهائي في مصر كسبناه 3-0 كويس، ده مصطفى عبده طبعا، ده النهائي في مصر الماتش الاولاني 3-0 كويس، ده نيجيريا ده نيجيريا كنت عندي اللي هي دي الاصابه اللي كانت عندي في وشي وبعدين ربنا كرم حتى الكره وانا بلعبها بدماغي ما جاتش في دماغي، وده النهائي بقى ده النهائي مع كتوكو كانت فرقه جامده جدا، كسبنا الماتش ده 3-0 وكنا رايحين كتوكو واحنا خايفين جدا، وده جون بتاع علاء ميهوب
وهذا الجول الثالث. الحقيقه فرق قويه جدا بتاعت الماتش دوت. جمعه كان ممكن يطلع او المفروض يطلع 8-5 احنا نكسب 8-5 بس كان في فرص كتير جدا بالفرقتين. لما رحنا هناك بقى نلعب الماتش اللي هناك كان ماتش يعني كان الموضوع صعب جدا. انت كسبان 3-0 في مصر ورايح خايف لانه فعلا كان فرقه الفريق الثاني الفرقه كانت قويه جدا وكلهم لعيبه كوره كلهم يعني في الكوره قرود يعني. ولكن ربنا الحمد لله وفق وتعادلنا هناك 1-1 وده كان اول بطوله سنه 82 للنادي الاهلي. مش عايز اطول عليكم يعني هنكمل كلامنا بعد ما نطلع شويه يشوفوا عايزين يجيبوا اعلانات ولا يجيبوا ايه ونرجع لحضراتكم. مرة تانية مع حضراتكم وبرضه يمكن اتكلمت مع محمد ومع وائل على لعبة راحت من محمد ولكن عملها صح ووائل برضه كرة تانية وهو قال ان يعني حاسس انه اخطأ في حاجة. عايز بقى دلوقتي اسألهم تاني على حاجة تانية يعني. زميلك وائل واحد من زمايلك كانت كرة خطر جدا علينا ونجح انه يشيلها. بس عايز تقول في ماتش ايه ومين هو في ماتش ايه واشرحها لنا يعني عملها ازاي. هو المباراه بتاعت الترجي في اسكندريه في كوره الشوط الثاني هجمه هم طبعا الشوط الثاني قليل جدا لما هاجمونا يعني فكانت الكرات اللي وصلوا بيها في ال 18 عندنا كانت خطره شويه. ففي كوره من الكور كانت ناحيه اليمين عندنا عند احمد فتحي الكرة مشيت بالعرض اتلعبت للمهاجم نيانج اللي هو الافريقي بتاعهم فانا قافل معاه والكرة وقفت بيني وبينه وانا وقعت وهو قام قبليا كان ممكن يشوط فجه محمد نجيب غطى الكرة وطلعها كورنر يعني سرعه تغطيته ليا انقذت الكوره يعني. فدي نقطه يعني بصراحه انا سلمت عليه بعديها فدي من الكور اللي انا فاكرها كويس يعني. ده محمد نجيب طبعا اللي عندكم. محمد نجيب كان المفروض نلاقيه على الشاشه يا شباب. وانت يا محمد لو في برضو واحد من زمايلك سواء في وسط الملعب سواء فورورد كوره عملها كويس جدا وما جاتش جول بس انت لازم كنت لازم تقول له انت عملت برضو عليك مين؟ هو في كانت عبد الله سعيد. عبد الله سعيد في الماتش الاخير في النهائي الكره اتلعبت له بالعرض في بدايه الشوط الثاني وليد سليمان اللي لعبها له هو وقفها وشاطها كان الجون موفق فيها ان هو شالها وجات له ثاني عملها المدافع شالها وحطها كورنر فدي برضو من الكورة اللي عبد الله لكن شايف انه عملها صح يعني يعني هو كان في الظروف المكان اللي هو اللي واقف فيه عملها كويس ما كانش فيها طب الموقفه دي انا اصل الحقيقه انت عارف انا يمكن شفت الماتش بعديه يعني الكره دي اللي هو وقفها بالظبط وبعدين شاطها جت في رجلين الجول ايوه بالظبط ورجعت له تاني شاطها بالشمال طب ما كانش يلمها لا يعني توقيفه ويلمها انت حضرتك لا بس الحقيقه عبد الله يعني عمل موسم وعمل بطوله يعني هو ووليد سليمان والناس اللي يعني مش عايز سيد حمدي وجده سيد حمدي وجده وجده جده الحقيقه عمل حاجه يعني مش عايز ابصوا كل الناس الحقيقه يمكن عايز اقول لكم حاجه زمان كان زمان عندنا مصر الديكوتي مصر الديكوتي كان بيقعد معانا يعني محاضرات زياده شويه كانش بيتكلم كتير بس بيتكلم كلام في منتهى يعني في الصميم يعني كان بيطلب مننا ان احنا 11 لعيب الكلام ده قاله لي انا شخصيا يعني لو 11 لعيب لو في لعيب مش موفق مش مهم لو في واحد او اثنين مش مهم لو ثلاثه مش مهم لو اربعه مش مهم بس المهم الاربعه اللي هم مش موفقين دولت يجروا كتير في الملعب السبعه التانيين لازم يبقوا موفقين تكسب الماتش لو انت عندك سبعه في الملعب كويسين واربعه مش موفقين بس يجروا كتير تكسب الماتش
اللي انا شفته عشان ما نتكلمش على لعيب وننسى لعيب الحقيقه اولا ال 27 لعيب بتوعنا بروحهم ان اللي يلعب يلعب اللي ما يلعبش ما يلعبش اللي جوه التيم او جوه الملعب اللي بره دوره اكبر لان اللي بره بروحه وبقلبه وبسلوكه ومساعدته لزمايله دي دور كبير جدا فكل واحد في ال 27 عمل الحقيقه اللي عليه وكل واحد انا اول مره اشوف في المباراه النهائيه دي 11 لعيب ال 11 والاحتياطي اللي نزل يعني ال 14 بتوعنا اللي لعبوا في النهائي كلهم كويسين يعني مفيش حد مش كويس كله كويس كابتن في موقف يعني اكيد كلام حضرتك اللي حصل انا اول مره اشوف انا بقالي 12 سنه في النادي الموقف ده حصل واحنا في مالي لما حصل قصه الانقلاب هناك واتحبسنا ومش عارفين نخرج من البلد واللعيبه يعني مدى التكاتف اللي كان بيننا هناك انا بقول ده كان نتيجته ان احنا اخذنا البطوله دي انا شفت اللعيبه في موقف كله خايف على بعضه 70 ضرب نار في الشارع كله قلقان كله حريص على يعني قربنا من بعض جدا في الاربع ايام دول لدرجه يعني انت عارف حضرتك قاعده في المعسكرات دي بتبقى صعبه على اللعيب دايما ما بيحبش الحبسه ما بيحبش عايز يخرج عايز يبقى في وسط اهله فالاربع ايام دول اللي انا شفت بصراحه مواقف من اللعيبه وحاجات يعني كان عندي يقين من جوايا ان احنا هنكسب البطوله دي يعني الحمد لله. من دور ال 16 يعني ربنا يقدمها نعمه والله يعني بس عايز اعرف ان ضرب النار ده موجود في افريقيا كتير كنا نروح لكل مكان نسافر فيه يبقى في مشكله خلكم حاجه برضو بس انا مش فاكر كان بلد ايه كنا رحنا برضو كان في حظر تجول فكنا اول يوم نوصل البلد دي كان السفاره قعدونا كانت السفاره قاعده في عماره عاليه جدا وقعدونا في الدور التاسع لما يشوفوا لنا حتت ننام فيها ما فيش حنمنا في بيوت المصريين هناك مش فاكر بقى كان بلد ايه كان معانا يعني مدرب بس طبعا بدون ذكر اسماء قاعدين احنا في الدور التاسع فقاعدين في المكاتب وضرب نار تحت جامد جدا فاول ما حصل ضرب نار فالكابتن يعني اللي معانا قال لك انبطحوا ايه ده احنا هو برضه تاكيدا لكلام وائل يا كابتن سيد معوض مصاب ومش هيشارك وصمم انه يسافر معانا فدي برضه روح كويسه وبتحسب يعني الفرقه ككل انا محمد عارف فاكر احنا قبل البطوله قلت لكم البطوله دي تاريخكم ما تفرطوش في التاريخ بتاعكم كويس قبل ما نلعب المباراه الاولانيه مش كده؟ بالظبط كابتن والثانيه برضه الثانيه برضه فعلا انتوا عملتوا تاريخ اعتقد سعد معوض قدامك وكمان عملتوا تاريخ الحقيقه لناديكم ولبلدكم او لبلدكم الاول ولناديكم ولنفسيكم اعتقد ان شاء الله ده هيتكتب يعني تقول معاكم مين يا شباب؟ الاستاذ محسن من الزقازيق اتفضل يا محسن الو ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل والله انا ليا مداخله بسيطه كابتن خطيب الاولى مش سامع كويس احداث ماتش الاهلي في بورسعيد لو كان الاهلي كسبان كان هيحصل ايه؟ دي واحده الثانيه انا بقترح اقامه شرطه اسمها الشرطه الرياضيه تكون بين الجماهير مثلها مثل الجنود بتوع الصاعقه لا انا الحقيقه مش بس ملهاش انتماء لاهلي ولا زمالك وسيبونا من الامن المركزي ويريد تفكروا في الموضوع ده الشرطه الرياضيه انا بص يا محسن اقول لك حاجه عشان بس انا الحقيقه مش سامعك كويس خلي بالك انا بعد العمليه بتاع دماغي انا ما بسمعش كويس بودن الشمال دي خالص وفي الودن دي حاطين فيها اللي هو السماعه اللي بيكلموني فيها دي هو بيتكلم فمن فضلك بقى انا هسيب محمد اذا كنت سمعت انت محمد هو بيقول رد انت بقى على طول قول انا مش عارف اصلا مش سامع ما سمعتش هو بيتكلم بيقول اللي حصل في بورسعيد لو كان الاهلي كسبان كان حصل ايه اكتر من كده وحاجه ثانيه هو بيقترح ان تبقى في شرطه رياضيه بدل الامن المركزي هو انا اعتقد يا كابتن ان في شرطه بتبقى موجوده في المباريات بس اعتقد ان دورها بيبقى تامين الحكام بس